It's very rare to have a good bloom in Death Valley. You always get flowers somewhere in Death Valley, almost every month of the year, but to have a big bloom like this, which we hope will become a super bloom, which is beyond all your expectations, those are quite rare, maybe once a decade or so. I've lived in Death Valley for 25 years, and I've seen lots of blooms, lots of wildflower blooms in Death Valley, and I kept thinking I was seeing incredible blooms. I was always very excited until I saw one of these super blooms. And then I suddenly realized there are so many seeds out there just waiting to sprout, just waiting to grow. I had no idea that there was that much out there. When you get the perfect conditions, the perfect storm, so to speak, those seeds can all sprout at once. These areas that are normally just rock, just soil, just barren, not even shrubs, they're filled with life. So Death Valley really does go from being a valley of death to being a valley of life. But that's so brief, because it's not a permanent thing, it's just temporary. It's here for a moment, and then it fades. If you get a chance to see a bloom in Death Valley, especially a super bloom, you should take the opportunity to see it, because it could be a once-in-a-lifetime opportunity. You have to have just the perfect conditions. You never know when it's going to happen, and you never know when you're going to have the time to go out there. So if it happens once a decade, are you going to be able to do that? So it's a privilege to be able to be here and see one of these blooms, because very few people get to see it, and it is incredible. حسيت انه انا واقفه بمحل ما قناص واقف وقتل العالم. حس انا مثل الفانتوم. بس انه هاي بيروت. إنه واحد يضل يحافظ قد ما بيقدر عن يلي جميل ببيروت. صبحك بونجور ستنا بيروت. الفيلم الوثائقي اللي اسمه بونجور بيروت بيحكي بالدرجة الأولى عن حكاية البيوت التراثية والقديمة ببيروت، واللي للأسف عم بتزول، لأنه بالحقيقة ما في قانون يحمي هذه البيوت، في فقط تصنيف من قبل وزارة الثقافة، ولكن ما صدر قانون بعد أو تشريع عن مجلس النواب اللبناني للحفاظ على هالبيوت التراثية. لهالسبب عم بيتضاءل عددها. سنة 95 كان في 1800 بيت مصنفين كبيوت تراثية، اليوم بقي منهم 280 بيت فقط. هيدي برأيي هي كارثة ثقافية عم بتغير هوية هالمدينة وهوية بيروت. لهالسبب فكرت إنه يكون فيها الفيلم الوثائقي يلي بيلقي الضوء على هالمسألة وبيطرح هالمشكلة يلي عم نعاني منها ببيروت. يرجع تاريخ بيروت ورجع تاريخ لبنان للعاصمة بيروت. ضروري يرجعوا الناس، الحياة والروح اختفت من بيروت. أبنية جميلة وطرقات حلوة وتعمر بطريقة جميلة، بس باقي شيء ناقص. الناقص هو روح الناس أنه ترجع تسكن بهالبيوت وهالحركة. هيدا الشيء بنفتقده كتير.
أنا ضد كل شيء اسمه ينهد القديم، يعني القديم أنتيكا، بأجمل من الإنسان يمشي ويتذكر أجداده والأرض القديمة والبيوت القديمة الجمال، مين بعد في عمرك عمار؟ البيوت القديمة أكيد حلو نحافظ عليها، بس بنفس الوقت إذا عنا إسباس يطلعوا أكثر ناطحات سحاب، هيك العالم تستفيد شوي من الإسباس تبع السما، وبصير في محلات أكثر للعالم تشتري بالريل استيت. حسيت انه انا واقفه بمحل ما قناص واقف وقتل العالم، حس انا مثل الفانتوم. بس انه هاي بيروت، انه واحد يضل يحافظ قد ما بيقدر على يلي جميل ببيروت. صبحك بونجور ستنا بيروت. Но я себя не считаю именно модельером, который вот тренды, над трендами работает. Я как бы художник, работающий над образами. Образы, которые приходят ко мне именно от знания, от связи с природой. Bye.
الاغنيه القديم سانوزا بلونجي دونز اون امبيونس قديمه برشا. جيت تري ايمو بار لا شانسون اللي تغني على فرنسا والفلاقه والكل. هذا بالحق حاجه باهيه برشا. اللمه في الاخرانيه هذه هي صافي ان بو في السطح، صافي ان بو وسط الدار، صافي ان بو الشارع، بعد من العباد تكون عندها ريكول ولا ديستانس. ا مومون دوني سو ليبر دايوغ لا بروميير سين اللي شفتوها شفتوني فيها مقيد. انا تقولش عليا مقيد بك لي كومبلكس نتاع السوسيتي، مقيد بك القيود نتاع المجتمع، وبشوي بشوي نتحل بك القيود هذيك ونحل معايا اوسي قيود الناس اللي تتفرج.